كنا اليوم في مناسبة إطلاق مبادرة شعبية كبيرة بخصوص الضحايا الأحداث المؤسفة في ولاية غرب دارفور في مدينة الجنينة، مبادرة ديل أهلي، والتي انطلقت من الخيرين من أبناء السودان ذوي النخوة وذوي المروءة، تدافعوا من كل صوب وحد واستنفروا أنفسهم في نفير إنساني كبير للمساهمة في تخفيف وتضميد جراح الأسر المنكوبة في مدينة الجنينة وفي ولاية غرب دارفور نتيجة للأحداث الأخيرة. المبادرة من شركة تاركو ومن مجموعة شركات اللمين مصطفى الشيخ اللمين واتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية ونقابة أطباء السودان الشرعية ولجان شباب لجان المقاومة ثورة ديسمبر. تدافع هؤلاء جميعا للتفاكر في كيفية إسناد الجهود الرسمية لتخفيف المعاناة عن أهلنا في الجنينة.